بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. سأكون معكم بحول الله خلال الدقائق القادمة في حديث مبسط عن موضوع البروبوزال أو البروتوكول أو خطة البحث أو ما يسمى في الوسط الأكاديمي عموما بالريسيرش بروبوزال. الموضوع مهم إلى حد ما، بيهم أكثر من فئة أكاديمية، سواء طلبة ماجستير أو دكتوراه أو طلاب متقدمين لمنح بمختلف الجهات التي تقدم هذه المنح. طبعا محدثكم محمد اللصابي، ماجستير بكالوريوس طب أسنان، ماجستير صحة مجتمع Public Health Epidemiology and Biostatistics، وماجستير طب فم وجراحة اللثة. في البداية، خطة البحث العلمي أو الريسيرش بروبوزال أو الريسيرش بلان أو الستدي بلان هي عبارة عن خطة لما سيقوم به الباحث في المستقبل من عملية البحث العلمي. سنستعرض الموضوع بشكل مبسط، وبكون حريص إن شاء الله إنه أستخدم لغة مبسطة بحيث إنه الكل يستوعب وتصل الفائدة المرجوة بإذن الله عز وجل. طبعا الموضوع بيهم البوست جرادويت ستاديز، الطلاب اللي ناويين يخلصوا موضوع الدراسة العليا سواء كان ماستر أو دكتوراه، وأيضا أي فرد أو مجموعة باحثين ينوون التقدم للحصول على ريسيرش فاندز، دعم مالي لموضوع بحث معين، أو أي طالب متقدم لمنح للدراسة العليا أو حتى الدراسات الأولية، رغم أنه في الغالب تطلب لطلبة الدراسات العليا سواء كانوا ماجستير أو دكتوراه. شرط أساسي جدا وموضوع مهم جدا في موضوع المفاضلة بين المتقدمين، أنه يكون عند المتقدم good research plan أو good study plan أو research proposal ممتاز، بحيث أنه يكون الشخص عارف إيش اللي ناوي يعمله بعد حصوله على المنحة فيما يخص البحث. بالنسبة لموضوع الريسيرش بروبوزال، هو يأتي ضمن سلسلة طويلة من مراحل عملية البحث. طبعا احنا نعرف انه موضوع البحث العلمي هو عبارة عن systematic investigation toward increasing the sum of knowledge، يعني هو عبارة عن بحث منهجي او تحقيق منهجي، الهدف الاساسي منه اضافة معلومة جديدة، حل مشكلة موجودة في المجتمع، في تخصص ما، في مجال ما. فدائما ما نبدأ، اول ما نفكر بعمل بحث علمي نبدأ ب identification of the problem، تحديد مشكلة البحث، وهذه أول نقطة بنتكلم عليها في موضوع الريسيرش بروبوزال، إنه كيف أنا في البداية أبدأ أتخيل موضوع بحثي من واقع الفيلد تبعي، التخصص، المجال تبعي، إيش المشكلات اللي تواجه الناس في هذا التخصص أو في هذا المجال، وأبدأ أعمل خطة بحث للإجابة على هذا السؤال أو لحل هذه المشكلة. في البداية نبدأ نحدد سؤال بحثي، عنوان بحثي، مشكلة بحثية، identify the research problem، اللي بناء عليها احنا بنحط الخطة لمعالجتها أو حلها بطريقة البحث العلمي. بعد ذلك في البحث عموما بنتكلم عن الليتريتشر ريفيو، يعني بنشوف ايش اللي سووها الناس، ماذا عمل الناس السابقين في هذا الموضوع من ابحاث، وهل هذه الابحاث فعلا اجابت على هذا السؤال، حلت هذه المشكلة، او لا زال في هناك او بعض الغموض، او لا زالت المشكلة الى حد ما لم تحل من زاوية او اخرى. بعد ذلك بنتكلم عن الريسيرش ديزاين، اللي هو تخطيط او تصميم البحث. انا بحل المشكله هذه باي طريقه، هل بعمل بحث سريري مثلا في طب الاسنان، او بعمل بحث استقصائي مسحي في التخصصات الاخرى كتوزيع استبيان او فما هي منهجيه البحث اللي بقوم عن طريقها بجمع البيانات وتحليل هذه البيانات. سامبل سايز كالكوليشن، اللي هو حساب حجم العينه. احنا دائما لما نتكلم على بحث علمي احنا في الغالب بناخذ جزء أو عينة من المجتمع ككل، فحجم العينة هذه لازم يكون محسوب بطريقة علمية. ثانيا بنبدأ نتكلم عن writing the protocol، how to write the research proposal أو research protocol أو study plan. study plan هذه الموضوع اللي بنتكلم عليه في الدقائق القادمة بإذن الله. بعد ذلك بنمر بالethical approval، اللي هو اعتماد أخلاقيات لجنة أخلاقيات البحث العلمي، ثم ممكن نبدأ نعمل عملية pilot study اللي هي دراسة استطلاعية أولية، ثم result presentation عرض للنتائج اللي خلصنا لها من البحث، ثم writing the report اللي هو الكتابة النهائية للمانوسكريبت أو البيبر أو البحث، بعد ذلك اللي هو المحصلة النهائية للبحث حتى يستفيد منه المجتمع، البشرية الإنسانية عموما، نعمل publishing اللي هو النشر، بحيث إنه أي حد
يواجه المشكلة اللي بحثتها أنا وحليتها بالبحث العلمي ممكن يستفيد منها، سواء كان هذا الشخص في التخصص أو بعيد عن التخصص، في أي مكان، في أي مجال أو في أي مكان في العالم. فهذه خلاصة البحث العلمي بكل بساطة وبكل سهولة وبكل تسهيل. عموما احنا لما ندخل اي موقع السكولرشيبس عموما غالبا بنلاحظ جزء مهم جدا اللي هو مطلوب من ضمن الاشياء المطلوبه من المتقدم للمنحه، اللي هو الريسيرش بروتوكول او الريسيرش بروبوزال، وبيركزوا دائما على الريسيرش باك جراوند للمتقدم، وهذا جزء مهم جدا، او على الاقل في ادنى الحدود انه الشخص المتقدم للمنحه يكون عنده خطه بحث ممتازه معده بشكل كويس، بحيث انه الباحث هذا يكون فاهم ل ما سيقدم عليه من دراسات عليا. هذا مثال لبعض المواقع اللي هذا في أدليد يونيفرسيتي في استراليا، هذا صفحة التقديم تبعهم، ومركزين فعلا على موضوع الريسيرش بروبوزل، وفي خانات كثيرة جدا يجب على المتقدم للبحث أو للمنحة أنه يعبيها ويمليها بطريقة ممتازة، بحيث أنه تزداد فرصه في الحصول على المنحة. جزء مهم من هذا الكلام اللي هو موضوع الريسيرش بروتوكول، وغالبا الجهات اللي بنقدم لها يكونوا عندهم تمبليت او نموذج مبسط لكيف يمكن ان يكون الريسيرش بروتوكول او الريسيرش بروبوزال، وهذه هي الصيغه، ممكن واحد تتحمل في مثال في هذا الموقع نعمل داونلود للتمبليت. التمبليت هذه نمشي عليها كجايد، بس عموما سواء كانت المنحة في نفس الدولة أو دولة أخرى، في جامعة صينية، تركية، عربية، أي جامعة في أي مكان، بمختلف الجهات التي سيقدم لها البروبوزل، في قواعد عامة المفترض تكون موجودة في أي خطة بحث تقدم لأي مجال أو بأي لغة حتى. فمثلا عندنا منح المجلس الثقافي الألماني، منح الداد، منح الريسيرش المجلس الثقافي أو منح الحكومة الصينية عموما، منح الحكومة التركية أيضا، كلها تقريبا بيتفقوا إنه في التمبليت تبع الكل إنه في نقاط مهمة مشتركة، سواء اختلف التمبليت أو تشابه. عموما الأساسيات اللي ممكن تكون موجودة في خطة بحث علمي، خطة البحث العلمي طبعا لما نتكلم عليها ممكن تكون صفحتين، 23 أو 50 صفحة، فيعتمد. فالمهم أنا ممكن أعمل good research plan في 2 pages just، أو 3 إلى 5 صفحات، وتكون خطة بحث ممتازة وكاملة وجيدة ومكتملة 100%. المهم كيف أرتب محتوى الريسيرش بروبوزل، وكيف فعلا يكون كل جزء من أجزاء البروبوزل مفصل فيه كل ما هو مطلوب في هذا الجزء. عموما المحتويات الأساسية في أي خطة بحث علمي في البداية General Information، معلومات عامة عن الباحث والجهة اللي بيقدم لها المنحة، بيانات في الصفحة الأولى. ثم الصفحة اللي بعدها المفترض يكون فيها صفحة المحتويات، يعني سواء كان البحث صفحاته قليلة أو كثيرة، المفترض يكون عندي page of contents كفهرس. الصفحة التالية يكون في عندي title اللي هو عنوان البروبوزل أو عنوان البحث المستقبلي أو عنوان الرسالة هو نفسه، ثم introduction و literature review، غالبا بتكون one unit، ممكن تكون صفحة أو صفحتين أو صفحة ونص أو حتى نص صفحة. في المقدمة والانترودكشن في معانا معلومات عامة عن الموضوع، باك جراوند، فكرة أولية عن الموضوع اللي أنا اخترته للبحث لازم تكتب بالتفصيل. ومن هذا الجزئين اللي هي الانترودكشن والليترشر ريفيو، المفترض إنه الباحث يعمل شو للجاب الموجود في هذا الجزء من التخصص، إنه في عندي ديفكت أنا بالبحث تبعي بخلصه وبكمله، بحيث إنه يكون كم المعلومات في هذا المجال مكتمل. الأهم في الموضوع الخاص بالبروبوزل اللي هي البروبوزد ميثودولوجي، هنا بنفصل بالتفصيل خطة مستقبلية لما سيتم عمله فعليا في موضوع البحث، من ناحية الداتا كولكشن، الداتا اناليسيز، السامبل سايز كالكوليشن بالتفصيل الممل، وهذه أهم نقطة في موضوع البروبوزل، وأصعب نقطة إلى حد ما للمبتدئين اللي ما عندوش أي خلفية في موضوع الريسيرش ميثودولوجي، لكنها سهلة، وإن شاء الله خلال الدقائق هذه بتكون أحاول قدر الإمكان أن أوضحها وأبسطها للجميع. آخر نقطة اللي هي الريسيرش بيرسونال وورك بلان، اللي هي الخطة الزمنية لموضوع البحث. ممكن بعض الجامعات تطلب فاندز خاصة أو البادجت، الميزانية اللي أنا أتوقع أنه البحث تبعي يستهلكها أو يحتاجها.
فموضوع الجنرال انفورميشن بيانات عامة، القسم الريسيرش بروبوزال باي اللي هو اسم الباحث نفسه، ستودنت نمبر اذا كان مقدم لجهة هو مسجل فيها اصلا ومعاه رقم معين، بوستر ادريس، تايتل، تليفون نمبر، بيانات شخصية، والسوبرفايزرز ايضا بيانات شخصية عامة وبسيطة جدا. البيج اوف كونتنت ممكن تكون بشكل مبسط جدا زي ما احنا شايفين في السلايد، المقدمة في صفحة فلان، الريسيرش بروبلم في صفحة نمبر كم، وهكذا بكل بساطة. وهكذا هذا يكون محتوى البيج اوف كونتنت. البروبوز ميثودولوجي هذه لازم نفصل فيها زي ما احنا شايفين هنا في البيج اوف كونتنت. الريسيرش ديزاين ايش بيكون؟ داتا سورسز، على فكرة هنا ممكن يكون كلمتين او ثلاث كلمات فقط، ريسيرش ديزاين، داتا سورس نفس الكلام، يعني هذا كله ممكن يكون في نص صفحة او صفحة بالكثير او صفحتين، يعني الكم مش مهم هنا بقدر ما هو مهم انه يكون الريسيرش بروبوزد ميثودولوجي محتوية على كل التفاصيل اللي شايفينها هنا في السلايد. الريسيرش ديزاين طريقة جمع البيانات او طريقة منهجية البحث نفسها، داتا سورس من فين بجمع البيانات للبحث تبعي، لانه بالاخير اي بحث لازم له من بيانات وتحليل وريزلت. ايضا الداتا كولكشن تكنيك، كيف بجمع البيانات هذه، هل عن طريق استبيان، عن طريق فحص، عن طريق بريد الكتروني، عن طريق الى اخره. issues of reliability and validity، الطرق اللي بجمع فيها البيانات هل هي صادقة او موثوقة او لا، وهل انا اقتبستها من اماكن اخرى، من ابحاث منشورة سابقة او لا. sampling تكنيك، طريقة اختياري للعينة عموما، كيف انا ناوي في المستقبل في البحث الفعلي انه اختار العينة، هل عينة عشوائية بسيطة، عشوائية منتظمة، لا عشوائية، على حسب الموضوع وعلى حسب البوبوليشن اللي بختار منه السامبل. وبعدين بكتب تعاريف عامة عن المصطلحات اللي واردة في موضوع البحث تبعي. أيضا بتكلم على الداتا أناليسز أند انتربريتيشن، هاو وي ويل أنالايز أور داتا في الريسيرش، كيف بنحلل بياناتنا مستقبلا باستخدام برنامج معين، بطريقة معينة، باختبار إحصائي معين، هذا كله في صيغة المستقبل. أيضا الإيثيكال كونسيدريشن للتخصصات في المجالات الطبية أو اللي بتتعامل مع البشر عموما، هنا لازم نحدد كيف أنا بضمن إنه أخلاقيات البحث العلمي هنا ساوند في الريسيرش تبعي في البروبوزل، كيف أنا بعمل بحتفظ بسريات المرضى، الكونفيدنشاليتي، الانفورمد كونسنت، هل بوزع أنا أوراق موافقة طوعية من المرضى إنهم يشاركوا كعينة في البحث. آخر حاجة، هل أنا بعمل في المستقبل بايلوت ستدي تجريبية قبل ما أبدأ بالبحث النهائي. والنقطة الأخيرة اللي هي الجدول الزمني والليست أوف sources اللي هي قائمة المراجع اللي احتجتها أنا في كتابة proposal. بالنسبة للتايتل لازم يكون التايتل brief title، مهم جدا إنه يكون التايتل ملخص مختصر، كمثال هنا اللي هو risk factors of dental implant failure among Yemeni adults، أنا في بحثي ببحث عن عوامل الخطر risk factors اللي بتسبب للدنتال implant failure، فشل الزراعات السنية عند اليمني ادلت، اليافعين من الشعب اليمني. هذا عنوان لبروبوزل، مقترح. It's important to try to make it as specific as possible، لازم نحدد عنوان البروبوزل تبعنا بالضبط. يعني مثلا هنا عندي الريسك فاكتورز فقط، انا فقط بدرس في البحث تبعي عوامل الخطر فقط، ما بدخلش في اي تفاصيل اخرى. المقدمة، خلاصة المقدمة introduction، إنه تكون comprehensive and balanced summary of current knowledge about the subject to be studied، يعني هي خلاصة لل current knowledge، المعلومات العامة اللي موجودة في الأبحاث السابقة عن الموضوع اللي أنا بدرسه. مهم جدا إنه تكون مصاغة بطريقة كويسة بحيث إنه تجذب reader and attention، انتباه القارئ، وتشعره إنه فعلا موضوع البروبوزل هذا موضوع مهم وفي فعلا جاب في هذا الموضوع. ايضا من وظائف المقدمه اللي بنكتبها او الانترودكشن انه توحي لمن يقرا البروبوزل انه ليش هذا البحث بيعمل، ليش هذا الموضوع بالذات. Briefly tell us why this study should be done. وايضا احنا بناخذ بعض الجمل وبعض المصطلحات وبعض التعاريف بنقتبسها اقتباسا من ابحاث اخرى في جزئيه الانترودكشن، لازم حتما نشير لهذه الابحاث بحيث انه نتفادى موضوع السرقه العلميه، ونعطي كل ذي حق حقه باستخدام الريفرنسنج تكنيك، يعني نحط انه الكلام هذا، الجمله هذه، الفكره هذه اخذتها من بحث فلان او من كتاب فلان.
غالبا في المقدمة فكرتها انه بنتكلم بصيغة الحقائق should be as an evidence like facts, figures and works by other authors. لازم تكون مقنعة ايضا و relevant. الكلام اللي بتكلم فيه في المقدمة لازم يكون له علاقة في موضوع البحث تبعي، ما روحش اتشعب في اماكن اخرى ما لهاش علاقة في صميم الموضوع، وايضا ما يكونش في كلام دش مبالغ فيه. جزء من المقدمة اللي هو الريسيرش بروبلم، ما هي المشكلة البحثية اللي أنا كباحث بدأت أحط الريسيرش بروتوكول أو الخطة البحثية هذه لحل هذه المشكلة. What is the problem arising from your background given above? The research problem is your compass for the rest of the steps. طبعا بديهي إنه المشكلة البحثية هي الخطوة اللي بنتقل منها إلى بعد إلى الخطوات التالية في موضوع البحث العلمي اللي أنا شغال عليه. The purpose of the study إلى حد ما هو بيشبه موضوع الريسيرش بروبلم. أحيانا بنحصل في بعض التمبليتس بيطلبوا يا إما الريسيرش بروبلم أو الريسيرش جاستيفيكيشن أو الريسيرش purpose. هي نفسها تقريبا نفس الفكرة، إنه ما هي المشكلة البحثية اللي أنت كباحث جاي تعالجها وإيش التبرير لهذه المشكلة، وأيضا what is the possible contribution. أنا كباحث لما أقدم بروبوزل لأي جهة لازم أقنع الجهة هذه إنه الموضوع تبعي بيكون مساهم في حل مشكلة مجتمعية معينة، مشكلة طبية، مشكلة هندسية، مشكلة، وإيش بيكون إسهام البحث تبعي في المجال العلمي، وحتى بالنسبة لصناع القرار إيش بيفيدهم موضوع البحث تبعي، ما هي الـ possible contribution of your study. هذه لازم أيضا نشير لها في موضوع البروبوزل. The objectives of the study أيضا أهداف الدراسة. أحيانا بيكون عندنا عنوان واحد واضح اللي هو risk factor of implant of dental implant failure، بس أيضا أنا ممكن أشوف associations، علاقات ما بين الجندر مثلا وال implant failure، أشوف أيضا ما بين ال age of the patient وال implant failure، ال habits of the patient وال implant failure، speciality of the patient وال implant failure. هذه كلها بتكون تحصيل حاصل بتجي معايا مع الدراسة نفسها، وأنا أجمع بيانات من المرضى أستفيد من هذه البيانات. هذه ممكن احطها انا كايمز، اهداف للدراسه تجي معايا كذا وانا جالس اجمع واحلل البيانات، بالاضافه الى المين ايم او المين جول اوف ذا ستدي. يفضل هنا في الاوبجكتيفز انه نحط فيو ليست اوف اوبجكتيفز، يعني ممكن يكونوا 4 5 6 7 8 اهداف كاوبجكتيفز اوف يور ستدي. في الليتريتشر ريفيو احيانا ممكن ندمجها مع الانترودكشن او ممكن نخليها جزء منفصل. الليتريتشر ريفيو معناها مراجعة الأدبيات أو الأبحاث السابقة، ما هي الأبحاث اللي عملت في هذا المجال من قبل، المجال اللي هو مجال العنوان تبعي اللي أنا اخترت العنوان نفسه، إيش الأبحاث اللي عملت من قبل وإيش كانت المشكلة في هذه الأبحاث إنه أنا ما اكتفيتش بها، رحت أعمل بحث في نفس الموضوع. فلازم لازم إنه أحدد الأبحاث اللي عملت سواء في الدولة نفسها اللي أنا ساكن فيها أو في دول أخرى أو في دول العالم عموما، وإيش الجاب، إيش الثغرة اللي لا زالت موجودة لم تحل في هذا المجال. الثغرة هذه ما نقدرش نوصل لها إلا بعد ما نعمل critical summary and assessment of the range of the existing materials، يعني بنعمل ملخص ناقد للأبحاث السابقة وإيش كانت المشكلة فيهم. مش شرط تكون في مشكلة في الأبحاث، يعني قد تكون هذه الأبحاث عالجت الموضوع من جميع النواحي ما عدا ناحية معينة أو جزئية معينة، أنا بالبحث تبعي بعالج هذه الناحية أو هذه الجزئية اللي ما تعالجتش من قبل في الأبحاث السابقة. فبحثي لازم يكون انتجريشن، بيعمل انتجريشن مع الأبحاث السابقة. يعني احنا دائما نقول إنه البحث في جزئية الانترودكشن أنا لازم، عفوا الليتريتشر ريفيو، لازم أحدد إنه في جاب. الجاب هذا عبارة عن بناء كامل ما عدا طوبة فيه، الطوبة هذه هي البحث تبعي أنا. فهذا مهم جدا انه اظهر في موضوع الانترودكشن والليتريتشر ريفيو اللي بكتبها في البروبوزال انه هذا الموضوع صحيح انه بحث من اكثر من باحث في اكثر من مكان في العالم، لكن لا زالت في جزئيه معينه لم تبحث، انا بالبحث تبعي بكمل هذه الجزئيه. هذا مهم جدا اللي هو indication of the gap of the topic. The purpose of the literature review is to integrate your study into the broader framework of relevant theory and research. هذا الكلام اللي كنت أشرحه الآن. To achieve this, you have to, as first draft, في البداية, summarize recent authoritative literature. يعني لازم أقرأ، أدخل أبحث في الجوجل سكولر في أي داتابيز معينة وطلع أبحاث
ريسنت 2010 وفوق، الأبحاث هذه ممكن تكون 5 أو 10 أو 3 أو على حسب الموضوع وندرة الموضوع أو غزارة البحث فيه. ألخص هذه الأبحاث وحطها ضمن الليتشر ريفيو، يعني حط الكونكلوجنز تبعهم بطريقة جديدة أو بلغة جديدة في الليتريتشر ريفيو، في البروبوزال اللي بكتبه أنا. أنا بكتب فلان عمل البحث الفلاني، وفلان في فلان في دولة فلانية عمل البحث الفلاني، وفلان في دولة فلانية عمل البحث الفلاني في نفس الموضوع، في صميم الموضوع اللي بتكلم عنه، إلا أنه إلى الآن لم يتم دراسة هذا الموضوع من الناحية المعينة، وبالتالي بحثي جاي عشان يحل هذه المشكلة ويكمل هذا الجزء المفقود من هذه الداتا بهذه الصيغة. At this stage في مرحلة literature review أنا بكتب literature review you should indicate the shortcomings الديفكت الموجود في الأبحاث السابقة أو ال lack of knowledge، الثغرة اللي أنا بكملها في البحث، هذه مهم جدا إنه نعمل لها indication في literature review. الموضوع المهم جدا في البروبوزل الجزء الثالث اللي هو البروبوزد ميثودولوجي، خلاص أنا حددت إنه في أبحاث عملت من قبل، في البداية حددت، عشان كذا بس نراجع الموضوع، أنا الآن حددت العنوان تبعي تايتل تبع البروبوزل، وبعدها كتبت الانترودكشن وحيت إنه موضوع مهم وفي مشاركة مهمة جدا للبحث في المجتمع وفي مشكلة بيحلها هذا البحث، وبعدين عملت ريتريتشر ريفيو وراجعت الأبحاث السابقة إنه في أكثر من بحث عمل، لا زال إلا إنه لا زال في مشكلة في جاب في lack of knowledge في جزئية معينة. خلاص أنا الآن في موضوع الـ proposed methodology، كيف بحل هذه المشكلة وكيف بجمع بيانات وداتا وأحل أطلع الحل أو أكتشف السبب أو أعالج المشكلة في هذه الجزئية من التخصص. في الـ proposed methodology مهمة جدا، بنكتب فيها الـ intended steps and methods of your study، الأشياء اللي أنا ناوي أعملها في المستقبل من ناحية البحث. Don't turn it into a general discussion of what a sample or what a survey is. خلاص أنا بتكلم كلام عام في البروبوزل. Tell us the story of your intended study. دائما صياغة البروبوز ميثودولوجي أو منهجية البحث تكون بصياغة قصة. I will then وهكذا، إنه أنا في المستقبل بروح أجمع بيانات من مستشفى فلان، من شركة فلان، من مجتمع فلان، وبحلل البيانات، سوف أحلل البيانات بطريقة المستقبل. نستخدم أفعال دائما في البروبوزل، بنستخدم في البروبوز ميثودولوجي بالذات بنستخدم فيوتشر تنس، زمن مستقبل في الفيوتشر، ونوصل الجمل بعضها البعض، ما تكونش كده جزئيات مفصلة. بنكتب إنه the samples the study design will be a cross sectional study then the study sample will be 100 patients مثلا. The patients will be collected or aligned from a hospital of فلان الفلاني بطريقة sample size simple random sampling، وهكذا بتكون زي القصة. عموما هذه الشريحة أهم شريحة في موضوع الـ research proposal. Proposed methodology تحتوي شرط أساسي مهم جدا إنها تحتوي على كل النقاط اللي بنتكلم عليها نقطة نقطة. أولا في خطط البحث لازم أحدد منهجية البحث أو الـ research design. مثلا في المجال الطبي عندنا مجالين، اللي هو مجال البحث طريقة الـ observational studies اللي نسميها دراسات الوصفية أو دراسات الملاحظة، وطريقة اللي هي الـ experimental أو الـ clinical studies، الدراسات اللي بيكون فيها تجارب أو تجارب سريرية أو تجارب معملية experimental studies. هذا مهم جدا. أيضا في مواضيع الأبحاث إنسانية، في عندي ال qualitative studies وال quantitative studies، دراسة الكيفية والدراسات الكمية. موضوع ال research design موضوع متشعب، لكن في موضوع ال proposal أنا بحدد فقط جملة واحدة فقط اللي هي ال research design اللي بختاره. أنا بحدد clinical study دراسة سريرية، أو بشتغل فقط observational study أو أعمل مسح استقصائي أو ما شابه. النقطة اللي بعدها مهمة جدا اللي هي ال data source. أنا بحاول الآن أسردهم لكم بسرعة وبعدين بنفصلهم بالتفصيل. داتا سورس اللي هو من فين أنا بجيب البيانات تبعي اللي بحللها بعدين وأطلع منها نتائج. داتا سورس هذه قد تكون أوريجينال داتا أو برايمري داتا بنسميها، أو سكندري داتا. برايمري داتا معناه إنه باخذ البيانات هذه من المرضى دايركت فروم ذا بيشنت، أو ناخذها من الفايلز دوكيومنتد أو أرشيف داتا اللي هي نسميها سكندري داتا.
داتا كولكشن تكنيك، افترضنا انه بناخذ البيانات من المرضى، كيف بجمع البيانات من المرضى؟ هل بستخدم ماشين معينه، تول معينه، جهاز معين، اشعه، فحص دم، كلينيكال اكزامينيشن، وات ايفر. issues of reliability and validity. لازم نتكلم على الداتا كولكشن تكنيك هذه، هل هي valid وreliable، هل هي صادقه وموثوقه؟ الجهاز اللي بستخدمه لقياس الوزن، هل هو الجهاز هذا معاير بطريقه صحيحه، ما يقيسش الشخص نفسه بقراءتين مختلفتين في نفس الوقت؟ بنتكلم عليها. او انه بنختار داتا كولكشن تول اصلا معتمده وببلشت والناس قد اشتغلوا عليها ابحاث، واكفي نفسي شر هذه النقطه اللي هي الاشيوز اوف ريلابيلتي اند فاليديتي، لانه اذا اخترت اداه جديده او صممت استبيان جديد مهم جدا انه نعمل له موضوع الفاليديتي اند ريلابيلتي، تحكيم وبايلوت ستدي وكلام كبير في هذا الموضوع. سامبلينج تكنيك، اي بحث حتما هو بيعمل على سامبل، على عينه من المجتمع، لانه صعب جدا انه بندرس كل افراد المجتمع، العينه هذه لازم حتما تكون ريبريزنتيف، ممثله للمجتمع. فطريقه اختيار العينه من المجتمع تؤدي الى انه البيانات هذه او العينه هذه هي عينه ممثله للمجتمع او غير ممثله. ولما تكون العينه غير ممثله للمجتمع بتكون الداتا اللي بنطلعها من الدراسه هذه not valid و not generalizable، ما اقدرش اعممها بعدين على المجتمع. definition of key terms، أي مصطلحات في موضوع البحث، بتكلم على القاتشوينج، الامبلانت، الترافلينج، أي مصطلح بستخدمه في البحث لازم أحدد إيش قصدي أنا في هذا المصطلح في هذه الدراسة. data analysis and interpretation، بعد ما نجمع البيانات كيف بنحللها، كيف أنا ناوي أحللها في المستقبل، وكيف أعمل لها قراءة. والإيثيكال كونسيدريشن، في حال إنه تعاملنا مع هيومن بينج. مهم جدا إنه الداتا البروبوز ميثودولوجي اللي تكلمت عليها الآن تكون ريبروديوسيبل، يعني أي أحد باحث آخر يريد أن يعمل نفس البحث اللي عملته أنا في مكان آخر في مجتمع آخر، لازم البروبوز ميثودولوجي اللي عملتها أنا تكون ريبروديوسيبل، يعني يفهمها مباشرة ويقدر يكرر البحث هذا في دولة أخرى أو في مجتمع آخر. فلازم تكون واضحة ومحددة وسبيسيفيك ان ديتيل، بتفاصيلها الدقيقة، كيفية جمع البيانات، كيفية تصميم الدراسة، كيفية قياس المتغيرات، كيفية تحليل البيانات، كيفية كل تفاصيل البحث لازم تكون مفصلة تماما في قصة الريسيرش ميثودولوجي او البروبوزد ميثودولوجي. بنتكلم عليهم نقطة نقطة بحيث انه نفصلها اكثر. اول نقطة اللي هي الريسيرش ديزاين او منهجية البحث او تصميم الدراسة باللغة العربية، كيف بيكون شكل البحث تبعي، هل هو بحث استقصائي بحت او بحث تجريبي بحت او تحليلي او وصفي. هذه انواع الابحاث، هل هو كوالتاتيف ريسيرش او كوانتاتيف ريسيرش. كوالتاتيف ريسيرش انه بروح اعمل مقابلات مع ناس وسجل اصواتهم او بطريقه او باخرى. الكوانتاتيف ريسيرش هنا بنجمع نمبرز، بنعمل متغيرات، والمتغيرات هذه بنحسبها بعدين بطريقه رسميه او بطريقه رقميه عفوا. داتا سورس، مهم جدا انه احدد المصدر البيانات. انا بروح اقدم منحه ماجستير في الصين، الموضوع تبعي كان عن الامبلانت فيلير مثلا، طيب الامبلانت فيلير هذه انا بحتاج بيانات من مرضى، المرضى هذول من فين بجيبهم بالضبط؟ هل اروح اخذ ارشيف داتا، يعني بيانات مؤرشفه اصلا لمرضى سابقين في مستشفى معين في مركز معين، هذه نسميها سكندري داتا، او انه انا بروح اصلا بفحص كل بيشنت، ايتش بارتيسيبانت اوف ذا ستدي شود بي اكزامند لوحده، يعني هذه بنسميها برايمري داتا. هذا مثال بسيط. النقطة الثالثة اللي هي الداتا كولكشن تكنيك، كيف انا بجمع البيانات من المرضى، هل بعمل اوبزرفيشن جست ملاحظه وعمل تشيك ليست، او بعمل مقابله انترفيو مع المرضى مع المشاركين في الدراسه، او بعمل استبيان كويستشنير واوزعها على المجتمع نفسه او العينه وبعدين بجمعها، او باخذ داتا بيز اللي هو داتا جاهزه. مهم جدا انه بتكلم في موضوع البروبوزل عن النقطه هذه، هاو يو ويل كولكت ذا داتا. النقطة الثالثة الداتا كولكشن تكنيك، أيضا لازم أحدد فيها وير أند وين أند هاو، أين مجتمع الدراسة تبعي سيكون، سواء في اليمن أو في الصين أو في تركيا أو في أي مجتمع بالضبط، لازم أحدد فين. إذا كان في اليمن لازم أحدد فين في اليمن، في صنعاء، في عدن، في حضرموت، في دياب، في تعز. وين البيانات هذه اللي بجمعها أنا خلال الفترة من متى إلى متى، من 2020 إلى 2021، 2018 إلى 2020، لازم أحدد التايم تبع الاستدي، وايضا هاو اللي هو طريقه جمع البيانات من الاستدي سامبل. الاشيوز اوف ريلابيلتي اند فاليديتي، هذه تكلمنا عليها، انه الاداه اللي بستخدمها انا لازم تكون فاليد وريلايبل. فاليد معناها صادقه، وريلايبل معناها موثوقه، انه الاداه هذه اللي بستخدمها لقياس متغيرات البحث
لازم فعلا تكون صممت او تقيس لما صممت قياس لقياسه. يعني مثلا جهاز قياس السكر لازم يكون قراءته دقيقة جدا، ما يعطيش اكثر من قراءة مختلفة لنفس الشخص في نفس الوقت، يعني جهاز معاير. او حتى الاستبيان، الاستبيان يجب ان يصمم بطريقة تكون valid and reliable. وافضل افضل حل للمشكلة هذه خاصة للناس المبتدئين في البحث العلمي ما عندوش فكرة ال validity and reliability issues، انه انا راح اختار أداة منشورة في بحث علمي سابق وقد عمل لها موضوع ال reliability and validity، اروح استخدم أداة سواء استبيان او جهاز، او الجهاز او الاستبيان هذا valid and reliable واصلا قد عمل فيه اكثر من بحث ومنشور، يعني معروف انه هذا الجهاز خلاص معتمد لقياس المتغير الفلاني، او هذا الاستبيان معتمد لقياس المتغيرات الفلانية او ال outcomes الفلانية في عدة استبيانات، خلاص اصبحت gold standard لقياس متغيرات معينة ومعظمها منشورة بأكثر من لغة، بعضها 14 لغة بعضها 20 لغة، نفس الاستبيان ترجم لأكثر من لغة ويستخدموه في أكثر من بحث في أكثر من بلد. sampling techniques، اختيار العينة مهم جدا، هذه النقطة إنه بحددها أنا في البروبوزل، إنه أنا إن شاء الله لما أروح أقبل للمنحة أو أقدم لدراسة عليا ماجستير أو دكتوراه أنا بختار العينة بالطريقة الفلانية. ال participants ال study participants هذول أنا بأخذهم من مستشفى فلان أو من جامعة فلان أو من population فلان، لازم أحدد. ومهم جدا جدا في موضوع السامبل أنها تكون representative ممثلة للمجتمع، بحيث إنه فعلا العينة هذه ما يكونش فيها أي اختلاف كبير بينها وبين الواقع اللي موجود في المجتمع، بحيث إنه بعدين نتيجة الدراسة أو نتائج البحث تبعي تكون generalizable، بحيث إنه أنا أقدر فعلا أعمم نتائج الدراسة تبعي على كل أفراد المجتمع لاحقا. بشكل مختصر جدا classification of sampling methods يا إما تكون probability sampling أو non probability sampling. إحنا دائما مفترض إنه نختار ال probability sampling، يعني تكون نسميها العينات الاحتمالية، معناه إنه كل فرد في المجتمع كان معاه فرصة إنه يختار ضمن العينة، فلازم نجيب الـ أو نأخذ sampling frame، عدد أفراد المجتمع عموما، نتكلم هنا عن probability sampling، بأخذ عدد أفراد المجتمع في لستة معينة واختار من اللستة هذه عشوائيا، نسميها اللي هي simple random sampling زي لما نختار أوراق الحظ في المسابقات العامة أو غيره، أو إنه بنختار رقم عشوائي مثلا رقم 5 وخلاص نختار من اللستة رقم 5 ورقم 10 ورقم 15 ورقم 20، هذه نسميها systematic sampling. الستراتيفايد سامبلينج اذا انا مهم جدا انه يكون في العينه تبعي مثلا كل طبقات المجتمع ممثله، مثلا ميل وفيميل، طبقه الذكور وطبقه الاناث. هنا بنقسم المجتمع الى مجتمعين ستراتمز طبقتين، ونختار من طبقه الميل عينه ونختار ايضا من طبقه الفيميل عينه، بحيث انه يطلع معايا في العينه نفسها تو ستراتمز طبقتين، طبقه ميل وطبقه فيميل، ستراتيفايد سامبلينج. الكلاستر سامبلينج هذه غالبا نستخدمها لما يكون عندي المجتمع كبير، زي مثلا ريبابليك اوف يمن الجمهوريه اليمنيه، وانا اشتي ادرس انتشار ظاهره معينه او مرض معين او مشكله معينه في المجتمع اليمني ككل. هنا لازم نلجا للكلاستر سامبلينج او العينه العنقوديه بالعربي نسميها، نبدا نقسم البلد كله الى مناطق جغرافيه اكبر ثم مناطق جغرافيه اصغر ثم اصغر، ونختار دائما نختار منها كلاستر سامبلينج. يعني بنختار مثلا بنقسم اليمن الى 5 مناطق جغرافيه ونختار عشوائيا منطقتين جغرافيه، ثم من ضمن المناطق الجغرافيه هذه نستخرج او نختار مناطق جغرافيه اصغر الى ان نصل على الى مستوى مديريات او مراكز تكون ريتشابل وممكن نقدر نوصل لها كلها. النن بروبابيلتي سامبلينج هذه في حالات خاصه ممكن ناخذها، للاسف الشديد معظم الابحاث المنشوره بتستخدم الكونفينينس سامبلينج، وللأسف الشديد أيضا تعمم نتائجها رغم أن المفترض لا تعمم، لأنه دائما يكون فيها بايس أو تحيز في اختيار العينة. الكونفينينس سامبلينج هذه عشان نفهمها بسرعة أنه نسميها العينة المريحة، والعينة المريحة هذه أنه الباحث بيروح ياخذ أقرب مجتمع له وأسهل مجتمع له من ناحية الوصول ويختاره كعينة ممثلة للمجتمع ويعمم بعدين نتائجه على المجتمع، وهذا سلوك بحثي خاطئ في منهجية البحث وقد يؤدي فعلا إلى نتائج مغلوطة في الدراسة، والمفترض أن هذه النتائج لا تعمم. مهم جدا لما نقرأ أي بحث نتأكد من sampling method. Definition of key terms، إذا عندي أي مصطلحات في البحث
حتما يجب أن توضح ونعرفها conceptually أو operationally، يعني ما هي المفهوم الواضح أو المبسط للقات شور مثلا. قات شوينج، الناس اللي بيخزنوا القات مثلا في المجتمع اليمني، ما تعريفي أنا للقات شوينج؟ القات شوينج is a two قات for 5 hours per day مثلا، أعرفها وهكذا. Data analysis and interpretation، هذه جزئية في الـ proposed methodology. في الـ proposal لازم نشير لها إنه we will analyze the data by the program فلان الفلاني، SPSS أو R أو Stata أو أي برامج إحصائية أخرى، أو حتى بالـ مايكروسوفت إكسل. ethical approval أو ethical considerations مهم جدا، خاصة إذا كان موضوع الـ proposal تبعي موضوع متعلق بالـ human being، بالبشر، بالناس. لازم نتكلم على موضوع أخلاقيات البحث العلمي، وهذه لازم must follow the Helsinki Declaration، معاهدة أخلاقيات البحث العلمي للـ human being، ولازم نحصل على ethical approval في الدولة المعينة اللي بشتغل فيها البحث. Helsinki Declaration بيتكلم على مواضيع أخلاقيات البحث العلمي في المجال الطبي عموما. في نقاط كثيرة جدا، بيقول انه لازم يكون scientifically sound البحث، ما يكونش فيه اي مشاكل على المرضى نفسهم، ولازم اصلا يكون في benefit للبحث لانه بشتغل على بشر بالنسبة للباحثين في المجال الطبي. ال human subjects، العينة اللي بختارها، في العينة لازم تختار بطريقة equitably، فيها تساوي، في نفس الوقت في عندي عشوائية. اذا في عندي اي risk محتمل should be minimized، اي مخاطر على البشر هذول اللي بشتغل عليهم البحث لازم تقلل الى اقصى حد ممكن. ايضا اي مشارك في البحث لازم يكون مشاركته طوعيه، ولازم يوقع على informed consent اللي هي ورقه موافقه انه يكون جزء ضمن عينه في البحث العلمي. اي مريض خلال البحث له الحريه التامه انه ينسحب withdraw from the research at any time. ايضا اي possible harms او physical او psychological harms بدات تظهر على المرضى اثناء البحث should be استوبت، البحث على طول يتوقف، لأنه سلامة المرضى أولى من أي معلومة أخرى. The privacy of research of the participants and confidentiality، هذا مهم جدا، اللي هو سرية البيانات اللي بناخذها من المرضى أو من البشر عموما، سواء كانت معلومات طبية أو معلومات مجتمعية اجتماعية، أي معلومات سلوكية أو أي معلومات أخرى. Research result must be written honestly and accurately، بعدين لما نكتب النتائج مهم جدا، وهذه أمانة علمية نسائل عليها، أنه نكتب النتائج بطريقة honest، صادقة وaccurate، ما يكونش فيها أي محاباة أو أي تحيز باتجاه متغير أو factor أو result. آخر نقطة اللي هي personal work plan، أنا كباحث بحط لي خطة للبحث تبعي، أنا متى بجمع البيانات، متى بعمل submission للproposal، متى بعمل data analysis، متى بعمل reporting للfindings واكتب الفاينل manuscript أو البيبر، ومتى بعمل برزنتيشن ومتى بعمل بابليكيشن. هنا بنحط الوقت، يعني مثلا في شهر 5 2021 اكون خلصت الداتا كولكشن، في شهر 10 2021 بكون خلصت البابليكيشن، وهكذا. جدول زمني يفضل انه اخليه الى حد ما جدول مريح، بحيث انه اقدر اخلص التاسك المعينة في وقت قبل الديدلاين اللي حددته انا المعين، بحيث انه ما اكونش متأخر في الخطة البحثية. ممكن بعض الجهات تطلب مثل ما تكلمت سابقا بادجت او موازنة للبحث، طبعا موازنة تكون تقديرية وعشوائية الى حد ما، بس ياخذوا فكرة انه كم ممكن تكون تكاليف البحث، لانه غالبا البحث هذا تدعمه، خاصة في الدول اللي بتعطي منح البحث، وكل تكاليف البحث تدعمه الجهة اللي بتقدم السكولرشيب. اخر نقطة في الدوكيمنت تبع الريسيرش بروبوزال اللي هو الليست اوف ريسورسز، وهنا ممكن نشتغلها يدويا، خاصة لو كانت مراجع قليلة 10 20 مرجع، ممكن نشتغلها مانوالي يدويا أو باستخدام مايكروسوفت وورد نفسه، أو في حال إنه كان عندي مراجع كثيرة والأفضل أو حتى قليلة، ممكن نستخدم برامج خاصة بالريفرنس مانجمنت، نسميها ريفرنس مانجمنت باكج، برامج لإدارة المراجع في وثيقة البحث أو وثيقة البروبوزل. وأشهرها طبعا الإند نوت، هي موجودة ومتوفرة. أخيرا مهم جدا إنه
البروبوزال ريسيرش بروبوزال يحتوي على كل النقاط اللي ذكرتها. اول بيانات، اول نقطه اللي هي بيانات عامه عن الباحث وجهه البحث والتخصص ومتى تخرجه وايش الدرجه اللي مقدم لها. ايضا بيج اوف كونتنت اللي هي صفحه المحتويات للوثيقه اللي معي او البحث اللي مع البروبوزال اللي عندي. التايتل عنوان البحث قلنا لازم يكون سبيسيفيك محدد ودقيق وواضح. مقدمه وليتريتشر ريفيو هذه بتعطينا فكره عامه عن الموضوع وتوحي للقارئ او للجهه اللي بقدم لها البحث انه بحثي فعلا مهم وفي عندي مشكله في المجتمع تبعي انا بعالجها بالريسيرش بروبوزل او الريسيرش اللي بعمله انا عموما. وتعمل انديكيشن انه فعلا في جاب، اصلا في الابحاث السابقه كان في عندي جاب، الجاب هذا اي ويل فيل ذيس جاب باي ماي ريسيرش. النقطه الاهم ايضا اللي هي البروبوز ميثودولوجي، لازم ما ننسى اي نقطه من التسع النقاط اللي ذكرناها. الريسيرش ديزاين، داتا كولكشن تكنيك، الداتا الداتا سورس، سامبلينج تكنيك، الايثيكال ابروفال، النقاط اللي ذكرناها بالتفصيل في موضوع البروبوز ميثودولوجي. ممكن قلنا ممكن يكون الريسيرش بروبوزال كله على بعضه صفحة ونص، صفحتين، 3 صفحات. المهم انها تحتوي على كل تفاصيل البروبوز ميثودولوجي. يعني ممكن يكون عندي فقط نقطة واحدة، عفوا ممكن يكون عندي نقطة واحدة، عفوا نص صفحة في الانتروداكشن لتريتشر ريفيو، في النص الصفحة هذه ألخص فيها فكرة الأبحاث السابقة وإيش الجاب اللي كان موجود فيها. وممكن يكون عندي أيضا نص صفحة أخرى أو صفحة البروبوز ميثودولوجي، كلمتين فقط إيش كانت أو إيش بتكون منهجية البحث أو الريسيرش بروبوز الريسيرش ديزاين تبعي، وكلمتين ثلاث السامبل سايز، السامبلينج تكنيك، الداتا سورس، الداتا كوليكشن تكنيك، ومربع او جدول بسيط جدا اللي هو الريسيرش وورك بلان. بروبوز ميثودولوجي ايضا بنستذكر النقاط اللي فيها: داتا سورس، الريسيرش ديزاين، داتا كولكشن تكنيك، بعيدها ايضا بالعربي، منهجيه البحث، ومصدر البيانات اللي بشتغل عليها البحث، وطريقه جمع البيانات اللي بشتغل عليها البحث ايضا، ومدى موثوقيه ومصداقيه الاداه اللي بستخدمها لقياس متغيرات البحث. سامبلينج تكنيكس، طريقة اختيار العينة، وأي تعريف لأي مصطلح موجود عندي في البحث، وكيفية تحليل داتا أناليسز أند انتربريتيشن أوف ذا داتا في المستقبل، والإثيكال كونسيدريشنز، هذه مهمة جدا. في الأخير أتمنى إنه الموضوع هذا طرحته على عجالة طبعا بسريع بصيغة سريعة بحيث إنه يعطي فكرة عامة عن موضوع البروبوزل. في هذه الأيام فعلا بدأت بعض الدول تفتح لي قبول الطلاب للمنح الدراسية للدراسة العليا، ماجستير أو دكتوراه، وفعلا جاءت لي أكثر من رسالة في الواتس، في الماسنجر، في الإيميل، إنه I don't know what is the study plan, I don't know what is the research proposal, I have no idea about how to write a research protocol. حبيت إنه أعطي هذا الموضوع رغم إنه قد طرحته في أكثر من دورة وأكثر من ملتقى علمي. موضوع مهم جدا اللي هو موضوع البروبوزل، فعلا بيفرق كثير جدا في اختيار المتقدمين للمنح والدراسة العليا عموما. If you have a good research proposal أو good research plan, your chances will be high to be accepted. أتمنى التوفيق للجميع، وأتمنى إنه الجزئية هذه أو الموضوع هذا يكون سهل، لطيف، ومفيد للجميع، سواء كانوا أكاديميين أو كلينيشنز أو ستودنتس متقدمين لسكولرشيبس أو متقدمين لدراسات عليا، ماجستير أو دكتوراه، سواء هنا في اليمن أو في أي مكان آخر. أسأل من الله عز وجل القبول وفعلا أن تتحقق الفائدة. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة واستماعكم.